في رحاب المرجعية سنتحدث عن موضوع مهم له أهمية خاصة لأنه يرتبط بالمنبر الحسيني. من الجيد جدا أن نعود دائما لاستذكار وصايا المرجعية ووصايا المتخصصين في كل مناسبة. يا مرجعنا، ما هي الوصايا التي تقدمها لخطباء المنبر وللرواديد والشعراء وفقهم الله؟ قبل 4 سنوات السيد المرجع أطلق هذه الوصايا، لكن كم منا استطاعوا أن يقرأوها المرة الأولى أو يقرأوها في كل عام؟ نحن اليوم مدعوون إلى العودة إلى هذه الوصايا. كيف يفكر السيد المرجع وكيف يصف لنا أجواء هذه المناسبة؟ وأي بر أكثر من أن يجند الإنسان نفسه وأهله وأمواله لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام؟